صباح الخير، يسعد صباحكم مشاهدينا الأعزاء بكل الحب والعافية والبركات بجولة جديدة مع موهبة جديدة من قطاع غزة لليوم من داخل منزل الدكتور عبد الوهاب أبو حرب، يلي حاول أنه يجمع كل لوحاته الفنية يلي رسمها على مدار سنين طويلة لحد هاي اللحظة داخل منزله لحتى يعرض هاي اللوحات على الزائرين، على الأهل والأقارب وأيضا على وسائل الإعلام للتعريف بهذا الفن الملتزم يلي حاول أنه يجسد قضية شعبه ووطنه من خلال تخصصه. لحتى نتعرف أكثر على الدكتور عبد الوهاب خليكم معنا. فكرة تحويل الصالة هاي أو البيت إلى معرض كونه تخصص خاص فيي أنا، فهذه أعمال كنت أنا بشتغلها خلال فترات سابقة، كنت بجمع فبقيت أعمل معارض شخصية. أنا عملت في قطاع غزة حوالي 4-5 معارض شخصية، شاركت برا، يعني كنت أعمل سابقا في المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر يعني بمثابة لأي فنان مثل يعني غذاء للروح هذه الأعمال، فجسدت فيها اللي هو الواقع اللي احنا بنعيش فيه، مع ربطت واقعنا بالتراث الماضي، فيعني نظام ثقافي فنية فإلها علاقة بالإنسان الفلسطيني، كلها معبرة عن الهوية الفلسطينية. في نفس الوقت يعني حبيت إني أنا إيش يعني أقدم رسالة لطلبة الفنون أو للناس بصورة عامة، فمن خلال تجميع هذه الأعمال احتفظت فيها، فأجت فكرة إني أعرضها في داخل المنزل عندي، تكون بمثابة يعني أرشيف أو فرصة إنه لأي إنسان عنده يعني حب للفن أو ثقافة فنية إنه يستفيد من هذه الأعمال. الفنان مثله مثل أي إنسان، أي مواطن في هذا الوطن، فإله رسالة زي أي إنسان مثقف، أي إنسان زي الإعلاميين نفس الكلام، يعني بعرضوا أنفسهم في للخطر في المناسبات، في الحروب، في كذا. برضو الإنسان كوني أنا إنسان فلسطيني يعني بقى على عاتقي رسالة تثبت هويتي أنا الفلسطينية، نوصل للمعاناة اللي بعيشها شعبنا من خلال أعمالنا الفنية، من خلال لوحاتنا. يعني أنا إلي مشاركات كمان باللوحات على مستوى المنتديات خارج الوطن، يعني كتير في بشارك دائما في كل المنتديات يعني الموجودة في الخارج في أوروبا وفي الدول العربية، فالهدف منها توصيل رسالة الإنسان الفلسطيني اللي عايش في قطاع غزة في هذه البقعة البسيطة، إنه في برضو إيش في ناس هنا حد يشعر فيها، فإحنا من خلال يعني التبادل الثقافي الفني اللي بيننا وبين الفنانين الآخرين بنوصل رسالتنا من هذه الأعمال. دائما الفنان الملتزم الهدف الأساسي قضيته، وإحنا كفلسطينيين نحط القضية الفلسطينية دائما في نصب أعيننا، فمعظم اللوحات إحنا عندنا الأساس في القضية الفلسطينية اللي هي إيش، عندنا الأسرى وعندنا القدس، والآن أصبحت اللي هي يعني ضواحي المدينة المقدسة. في نفس الوقت اللوحات بتميل برضو بتاخد طابع التراث الفلسطيني. هذه خلاصة عدة معارض فنية، نعم. يعني أنا بقيت أعمل معارض خاصة فيي، هذه خلاصة 4-5 معارض خاصة فيي بجانب معارض كنت أشارك كفردي مع ضمن جماعي. فأنا طبيعتي من النوع اللي ما بحبش يعني أبيع الفن، فيعني بحب إيش أحتفظ فيه لفترة بعد هيك، في مثلا بيضلوا ذكرى، بيضلوا
موجود. فهذا كان سبب رئيسي اني انا ايش الاعمال هذه بدل ما هي محطوطه على جنب فحاولت ايش ابرزها اعرضها. في زملاء بيجوا، في زي افضالكم مثلا الاعلاميين، الصحافه، تلفزيون، فيعني مش انه هي محطوطه ومجمده، لا هذه انا شاركت فيها وفي لي هي نماذج للمعارضه اللي شاركت فيها. يعني كل فتره بجمع ل 20 30 عمل جديد غير عن الموجودات وبعمل لمعرض شخصي. اليوم الخروج عن المألوف يعني في له مفهومين، في له مفهوم بتبرز دور الإنسان ومكانته هويته. فاليوم احنا بنخرج عن المألوف اللي هو المتعارف عليه، مثلا البورتريه. اليوم احنا ممكن ايش نجيب وسائط مادية مختلفة، مواد، خامات الى اخره. فهذه الوسائط بدها جرأة فنان، فهو من خلال فكره، من خلال فلسفته، من خلال اسلوبه بيقدر يصيغ اللوحة الفنية بحيث انه هذه اللوحة الفنية تكون كلها ايش فكر، تكون يعني رموز، غير عن ما انا لما بدي ارسم شجرة ولونها بالوانها لو حطيتها ما حدش الكل حيمر عنها مرور الكرام. لكن انا لما ارسم شكل مأخوذ من الطبيعة ومحور برؤيتي انا وباسلوبي انا وباحساسي انا، زي مثلا يعني معظم اللوحات لو تطلع فيها تلاقي كلهيتها فيها رموز، في اسلوب تركيب، اسلوب يعني فيها فكر. يعني احنا دائما بنحاول ايش ان يعني نلفت نظر الطلبة، حتى اللي انا ما بدرسهم يعني اللي درستهم واللي انا حاليا يعني ما بدرسهم، انه الانسان لازم يكون له اسلوب معين، اسلوب خاص فيه، هذا الاسلوب يبرز فيه شخصيته. يعني لو اي لوحة تعرضت يعرفوا هذه لوحة فلان، ياخذ من الاخرين يستفيد من خبرتهم، يستفيد من أعمالهم، ويحاول يحور من هذا العمل بحيث أنه يجدد، بحيث أنه يكون يعني يكون له دور في العملية اللي هي التجريب والاكتشاف، ويبرز هويته، يبرز شخصيته، يكون فنه ملتزم بحيث يأخذ التطور ويأخذ المدنية، لكن برؤيته هو الإنسان الفلسطيني اللي يحمل تراثه هو مش تراث الآخرين. والله أنا رسالتي هذه يعني لطلبة الفنون بصورة عامة، لا أي مواطن، لا أي إنسان فنان، أي إنسان متذوق للفن، هذا نوع من الجمال. يعني هذه الأعمال فيها قيمة، فيها رسالة، فيها ناحية يعني معنوية، فهذا كلهيته ممكن أي إنسان عنده خلفية في الفن أو بيشتغل أو كذا في مجال الفن يعني وعنده متسع بيقدر يعمل أي مكان يعني يبرز فيه أعماله إشي بيكون شيء كويس. حتى لو أنا بنتمنى أن يكون في متاحف في عندنا في قطاع غزة، رغم أنه كان سابقا في متاحف، فالمتاحف لو كانت موجودة أو معارض دائمة فممكن الواحد يقدم هدية مثلا لوحة تفضل في المتحف على مدار زمن طويل. مشاهدينا الكرام، لهون بنكون وصلنا وإياكم لختام جولتنا الفنية الصباحية لهذا اليوم، نتمنى أنها تكون نالت إعجابكم. انتظروني بجولة جديدة من قطاع غزة إن شاء الله. تحياتنا لكم على حسن المتابعة، يسعد صباحكم.